السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل الأحباب. النهاردة معدنا على بنتابع برضو نفس الموضوع، مناقشة أمور الامتحانات بالنسبة للجامعة. النهاردة هكلمكم عن الـ MCQ، الـ Multiple Choice Questions، أو الأسئلة متعددة الاختيارات. الحقيقة إن ده الترند في الامتحانات الفترة دي، وده توجه عام في معظم الجامعات وحتى في مراحل اقل من الجامعه، يعني انه الام سي كيو احد انواع الاسئله او احد طبائع الامتحانات اللي بتراعي قياس قدرات معينه عند الطلاب، وده بناء على خبراء التقويم والامتحان في العالم. هو بيقيس جزء كبير من مهارات الطلاب في بعض السبجكتس او الكورسز، يعني المواد. النهارده هكلمكم عن التريكس، او بلاش تريكس، الحاجات المهمه في اللي لازم تؤخذ في الاعتبار لما تمتحن في الام سي كيو، بناء على استشارتي يعني للخبراء والزملاء والاصدقاء اللي في من الدكاتره اللي في وحدات تقويم الامتحان على الاقل عندنا في الجامعه. بتقابلهم شويه مشاكل الحقيقه، عباره عن ايه يعني، حاجات بسيطة جدا بتضيع درجات كتير أحيانا، أو بترهقهم هم عشان يحاولوا يدولك الدرجة اللي تليق بإجابتك. فأنا لخصتهم كده في حوالي 5 نقاط كالعادة، وفي 5 دقايق إن شاء الله زي ما إحنا متعودين. أولا، الـ MCQ إجزام ده امتحان عبارة عن ورقة أسئلة وورقة إجابة. ورقة الإجابة إن شاء الله هتلاقوها في الديسكريبشن بتاع الفيديو، اجيب لكم نموذج من ورق الاجابه للام سي كيو اللي عندنا احنا في الجامعه. مهم جدا انك ما تمسكش ورقه الاجابه قبل ورقه الاسئله. امسك ورقه الاسئله كويس، اقرا الاسئله كويس جدا. ورقه الاسئله دي ملكك، اعمل فيها اللي انت عايزه، اختار اختياراتك الاول فيها وشخبط فيها وعدل فيها ووضح كل اعتبرها المسوده بتاعتك. ما لم يكن هناك مسودة، يعني في مثلا الماثيماتكس او الرياضة، فيهم بعض الكليات عندنا مثلا في الجامعة بتدي ورق مسودة، ورق تجاوب فيه وتحله، وبعدين تاخد الفاينل انسر تاخدها في الانسر شيت. في الحاجات الأساسية بقى، رقم واحد، اكتب رقم جلوسك واسمك بشكل سليم، بمعنى عندك خانات لرقم الجلوس. فيهم خانة يا جماعة في العمود بتاع رقم الجلوس ده، في خانة اسمها صفر. خانة الصفر دي ما تعتبرهاش رقم واحد، دي رقم صفر، في بعدها 1 2 3 4 5 لحد 9، يبقى من 0 ل 9 مش من 1 ل 10. العمود ده بيبقى من 0 ل 9 مش من 1 ل 10، فبالتالي لو رقم جلوسك مثلا 5 0 3 2، فحضرتك هتيجي في العمود الأول عند 5 وتظللها كويس قوي. بعد كده 0 هي رقم أول بابل، أول دايرة، بعد كده 1 هي تاني دايرة، وهكذا. بتركز في اختيار البابل المظبوطة اللي تعبر عن اللي انت عايزه من رقم الجلوس، واسمك تكتبه بشكل سليم، وبرنامجك واسم الكورس. تقرا السؤال بشكل كويس جدا، ده رقم 2. تقرا السؤال في الكويشن شيت، تقراه بشكل كويس جدا عشان تنقل الاجابه النهائيه بس، وما تجاوبش فورا، جاوب في اخر ربع ساعه. دي الثالثه، النقطه الثالثه، انك لا تجيب قبل اخر ربع ساعه. فين؟ في الاجابه النهائيه في الانسر شيت. ما تجاوبش الا لما تكون خلاص تاكدت ان دي بعد المراجعه والتفحيص والتمحيص مظبوطه. ولما تجاوب بقى، يعني لو هتجاوب قبل ربع ساعه الاخير، حط نقطه رصاص بس صغيره كده في البابل، ما تظللهاش. لما تظللها يبقى انت خلاص هتظللها تماما، وتظللها بالقلم الجاف مش بالرصاص، عشان احيانا مع تزاحم الورق الرصاص بيتمسح وبالتالي يروح على الماشين، ما بيتقريش ودرجتك تروح. لا تجيب على اكثر من اختيار في نفس السؤال، حتى لو هتعمل اكس، حتى لو هتظللها تشخبطها، هي كده باظت عليك. فلو سمحت تاكد قبل ما تظلل انك هتظلل الاجابه النهائيه والصحيحه والوحيده. اسئله الام سي كيو يا جماعه فيها الاقرب للصحه، مش الصحيح والخطا. احيانا يبقى الاربع تشويسز فيهم 3 صح، بس احنا عايزين الاصح، عايزين الادق. فبالتالي ده يستتبع منك تقرا السؤال كويس، لان السؤال ساعات يقودك للاجابه المظبوطه الاكثر دقه مش الصحيحه، لان حاجات كتير ممكن تكون صحيحه. اخيرا،
التظليل بشكل سليم وبالقلم الجاف، ده على فكره مكتوب انا حاليا بقراه تماما من على الانسر شيت اللي انا هوريه لكم ان شاء الله، خدته من زملائنا في وحده التقويم في الكليه. التظليل بشكل سليم وبالقلم الجاف والطمس بشكل تام، ولا تختار اكثر من اجابه. اختارك لاكثر من اجابه ثقبك للورقه، شخبطتك وعلامه اكس، ده بيضيع درجتك تماما حتى لو اجابتك الثانيه النهائيه صحيحه وسليمه. اتمنى لكم انكم تتاكدوا كويس جدا ان الانسر شيت بتاعتك مختومه سليمه، اول ما تمسكها تبدا تجاوب بنقطه في الرصاص، واخيرا تظلل الاجابه النهائيه تظليل تام وكامل وبشكل دقيق بالقلم الجاف وبشكل نهائي، وما تعملش اكتر من نقطه. واول نقطه اتكلمنا فيها، واخر حاجه هختم فيها انك تتاكد ان رقم جلوسك متظلل بشكل سليم، مش مكتوب كارقام بس، متظلل بشكل سليم، لان ده هو المارك اللي هتعلم ورقتك، هي اللي هتقول ان الدرجه دي تروح لفلان. وبالتالي ارجوك خليك دقيق فيها وسليم. اتمنى لكم كل توفيق وتفوق، وكل الاسئله هتيجي في الكومنتس ان شاء الله هتابعها. لو سمحت شوفوا الديسكريبشن هتلاقوا فيه باذن الله موديل من النماذج بتاعه الام سي كيو في الجامعه. شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.